تونس طبعا مفجرة الثورات، تونس مشيت بخطوات فيها تفاؤل فيها أمل، وكانت الآراء كلها بتجمع إنها خطوات موضوعية مدروسة وثابتة، ولكن تجاوز البعض في هذا المشهد، والمعارضة دخلت بآرائها، والحكومة أيضا دخلت بآرائها، وحصل اعتراض نتيجة تعامل حكومة علي العريض بشكل لا يتفق مع أهداف الثورة، بشكل مختلف عن آمال الشعب التونسي، وبالتالي كان المشهد مختلف في الأيام الحالية. طبعا تابعنا مع حضراتكم الاجتماعات اللي بتتم ما بين الأحزاب المعارضة في تونس وما بين أيضا الحكومة في تونس للوصول إلى ما يناسب متطلبات الشارع التونسي. الأزمة في تونس المفروض أنها دخلت في نفق مظلم جديد في ظل تمسك حزب النهضة بمرشحها أحمد المستيري، بيبلغ من العمر 88 سنة، ويمكن ده الاعتراض الوحيد من قبل المعارضة. أحمد المستيري قيل عنه أنه مؤسس الديمقراطية في عهد بورقيبة، ويمكن لأنه كان موجود في عهد بورقيبة أيضا ده أحد الاعتراضات اللي قائمة بشأن أحمد المستيري. زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي جدد مرة تانية تمسكه ب المستيري كمرشح لرئاسة الحكومة بعد علي العريض، اللي المفروض انه خلاص يسيب هذا المنصب هو وكل الوزراء في حكومته بعد 3 أسابيع تقريبا. وتوقع استئناف الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع الحالي، والتقى الأمين العام التونسي حسين العباسي، ويعني في لقاءات كثيرة وفي مفاوضات، وفي نفس الوقت وبالتوازي في مظاهرات في الشارع التونسي تجاه نتائج حكومة علي العريض وأيضا المطالبة باستقالتها فورا. خلينا نشوف أكتر الموقف من خلال السيدة ريم محجوب عضو المجلس التأسيسي التونسي عن حزب أفاق. أستاذة ريم مش أول مرة تكون معنا، كانت معنا في مداخلات هاتفية أخرى وتحدثت عن المشهد وعن متطلباتهم. مساء الخير أستاذة ريم. مساء النور أستاذة ريم. إيه اللي بيحصل دلوقتي بالضبط، وما هو الاعتراض على المستيري؟ اللي بيحصل هو فما تعطيل إلى الحوار الوطني، تعطيل في المسار الحكومي وأيضا في المسار التأسيسي، لأنه في نفس اليوم تشبثت حكومة النهضة بشخصية المستيري وتحدثت عن خصاله النضالية وعن تاريخه، وهذا حتى لا أحد ينكر هذا، ولكن إحنا في المرحلة هذه محتاجين إلى شخصية عندها القدرة أن تشتغل 16 ساعة في اليوم، عندنا مشاكل أمنية واقتصادية، ولنا لا أن رجل المرسى هو المستيري. احنا دخلنا في حوار وطني في منطقة التوافق لكي نتوافق كل الأحزاب مع بعض، لا لأن تأتي النهضة وتتمسك باسم هو ولا غيره. هذا لا نفهم لماذا دخلت في الحوار إذا هي تريد أن تعين الشخص التي هي تراه لا غير. اقترحنا أن نقترح عليها أسامي أخرى، اقترحنا أن هناك 4 أسماء ننظر في اسم آخر، ولكن تمسكت برأيها وتشبثت بأن يكون المستيري أو لا غير، كأنه ليس هناك رجال في تونس أن تقدر أن تحل محل معناتها رئيس الحكومة. في نفس الوقت في نفس اليوم وقع في المجلس الوطني التأسيسي وفي المسار التأسيسي انقلاب على الديمقراطية في الجلسة العامة، ما وقع من تعديل على النظام الداخلي اعتبرناه انقلاب على الديمقراطية والمنطقة التوافقي التي نسعى لتكريسها في الحوار الوطني. واحنا علقنا اشغالنا كنواب في المجلس الوطني التأسيسي حتى وسنسعى على ابطال والتصدي الى هذا التعديل، لان التعديل ماذا يقول؟ ان كل شيء والاصبح بيد الاغلبيه في مكتب المجلس، اصبحت تتصرف فيه 3 أعضاء على 10 وثلاثه هم من اعضاء النهضه، الجلسه العامه اصبحت تدعو اليه يمكن ان تدعي اليه الاغلبيه المطلقه بغض النظر عن رئيس المجلس، هذا انقلاب حتى على رئيس المجلس، هذا تاسيس الى الدستوريه وتاسيس الى الفاشيه. واحنا اليوم في موضع
متأزم ومتأزم جدا، واحنا معلقين الحوار معلق في الحوار الوطني، واحنا في المجلس علقنا اشغالنا في اللجان وفي الجلسات العامه، والتحقوا بنا نواب التكتل الذين هم في الترويكا والذي منهم رئيس المجلس الوطني التأسيسي. طيب استاذه ريم، يعني قيل تعقيبا على التمسك باحمد المستيري اللي بيبلغ من العمر 88 سنه وعمل وشغل منصب ايام بورقيبه، انه ممكن الموافقه عليه اذا خضع لكشف طبي، اي كشف طبي، وهل ده كلام سليم بالاساس؟ هو المنطق مش في الشخص، يعني معناته التمسك، هو رفض ان يعني بين قوسين رفض ان يكون معناتها له فحص طبي او من هذا القبيل. ايه اسباب ضروره يعني وجود كشف طبي قبل تولي المنصب؟ اعلم انه لا يمكن ان يشتغل اكثر من 3 ساعات في اليوم، وحتى ولو كان قدراته الذهنيه حاضره، ولكن قدراته الجسديه نعرفه كله، اللي هو معناتها بالنسبه لرجل في هذا السن يصير مستطيعا بغيره، وان كان مستطيع وكل مستطيع بغيره يصير مفعولا به. ولهذا احنا حركه النهضه تمسكها هي لا تريد ان تخرج من الحكم، تريد ان تحكم من وراء الستار، وهذا لا نقبله، ولا نقبل ان ندخل ان نكون شهداء زور على هذا الشعب التونسي، وان ان نكون نشارك في مسرحيه ليبقوا في الحكم. وافضل من هذا نرى انه احنا نقترح ان يبقى حكومه العرايض ولا نغير هذه الحكومه، خير ان يضعونا نعمل مسرحيه للشعب التونسي ان بدلنا الحكومه وحطينا رئيس حكومه محايد، وهو رئيس الحكومه هما يتمسكون بكل شيء. طب هل في اسماء مطروحه من قبلكم مثلا وتم رفضها او الاعتراض عليها، يعني الخروج من الازمه دي مع وجود اصرار على المستيري وعلى محمد الناصر ايضا وهو يبلغ من العمر 79 سنه، يعني ايه اللي مطروح؟ طيب هل في اسم جديد يرضي الاطراف؟ اقترحوا حزب ديتون يكون هو اكثر حزب الذي يمثل المعارضه. طيب قلنا هناك اعتراض على الاسماء الاثنين، نلغي هذا من الاذن، نلغي محمد ناصر ونلغي احمد نصير ونمضي الى اسماء اخرى. كان هناك اتفاق جامل على شخصيه عبد الكريم الزيدي الذي هو كان وزير الدفاع في حكومه جبالي، ولكن يخرج علينا رئاسه الجمهوريه وتقول انها ترفض ان تعين هذه الشخصيه بعدما كل الاحزاب اتفقت يوم الاثنين وقلنا سنخرج من هذا المأزق، وبدأت معناتها ثم بوادر إفراج. تأتي حركة النهضة وتقول أن رئيس الجمهورية تصمد برئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية ترفض أن تعين هذه الشخصية. عنا زوج معناتها هناك مشكلتين. رئيس الجمهورية غير موقع على خريطة الطريق، وقال وصرح قبل أن ينطلق الحوار أنه لن يعترض على أي شخصية كف عليها الحوار. طيب والمشكلة الثانية؟ حركة النهضة تقول أنه رئيس الجمهورية اعترضت على شخصية عبد الكريم الزيدي. بعد ساعات أخرجت معناتها رئيس الجمهورية قالت أنها لن تعترض على أي شخصية كف عليها الحوار الوطني. هذا اللي نحب نقول، اللي احنا لسنا متمسكين بشخصيه بعينها. الاسماء هناك في تونس تبارك الله هناك الكثير من الشخصيات التي يمكن انهم في هذه المرحله انهم يكونوا رجال المرحله. احنا قلنا هناك مشكله على شخصيه المستيري وهناك مشكله على شخصيه نفس نسحبهم وعندنا شخصيات اخرى، عندنا 4 هما خرجوا، فما هناك مصطفى كمان نادي، هناك جلول عياد، هذه شخصية أخرى. اقترحوا علينا شو تحبوا أنتم النهضة وإحنا سنتفاعل مع المقترحات. لا، المقترح الوحيد هو المسير. كيف تريدون أن نحاور مع طرف يتمسك ويتثبت؟ هذا ليس حوار، هذا استبداد وتسلط وتعنت ولا يرضي ذراع. طيب حضرتك بتتوقعي انه يحصل استجابه للمطالب اللي حضرتك ذكرتيها دي، ولا متوقع ان الامور تبقى معلقه الفترة اللي جاية أو ستطول؟ هو إحقاقا الحق أن الرباعي معناتها الراعي للحوار هو بصدد تشاورات، اتصل بحركة النهضة البارح، اتصل بجبهة الشعبية، اتصل
مثال بالأحزاب الأخرى اللي جيد حل هو بسبب بذل جهد وجهد كبير وعدم صبر، يعني في الصبر أيوب لأن نصل إلى حل للخروج من هذه الأزمة. أنا أتوقع أنه السبيل الوحيد أن نخرج تونس من هذه الوضعية هو أن نتفق، وقدرنا أن نتفق وأمل أن نتفق وأن يكون الحل سياسي، ولكن لا نستغرب أن المصير يمكن يكون مصير مشابه لحل السماح. نتوى كل شيء وارد معنا في هذه الظرفية، هذه كل شيء وارد. إن شاء الله نلتقي مع حضرتك مرة تانية والأمور أخذت مسلك جيد وتم الاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف في تونس. بشكر حضرتك الأستاذة ريم المحجوب عضو المجلس التأسيسي التونسي عن حزب أفاق. طبعا الأزمة السياسية اندلعت بعد اغتيال النائب المعارض محمد البرهامي في 25/7، ويعني شكري بلعيد كمان كان قبله، وأيضا ما جاء وأسفرت عنه حكومة علي العريض من نتائج بتتعارض مع أهداف ثورة الشارع التونسي. وسائل الإعلام المحلية ونشطاء الإنترنت قابلوا بالانتقاد والاستهزاء تصريحات راشد الغنوشي اللي قال فيها أن المستيري هو رجل المرحلة، وزي ما أكدت ريم المحجوب عضو المجلس التأسيسي عن حزب أفاق أيضا أن المستيري ليس هو رجل المرحلة، وأن المشهد في تونس شكله كده سيطول لأنه لا يوجد رجل مناسب للمرحلة.